بنات، انتو شو اللي موقفكم برا؟ ليش ما نكون جوا؟ السلطانة طلبت منا نستنى على الباب. انتو كيف بتعملوا هيك؟ كيف تتركوا السلطانة لحالها؟ مولاتي السلطانة، شو هاد؟ دفتر ليو الرسام يا مولاي، لاقوه بدار النقش. ليو الرسام؟ وأنا شو بدي فيه؟ كانت هاي جواته. كاتب في يومياته. سلطانة هيام، هلا انت مو بتعرفي روسي؟ ترجمي لنا المكتوب لو سمحت. يلا هيام، شو عم تستني؟ ترجمي شو فيه؟ بركي منعرف السبب اللي خلى ليو يتركنا. سلطانة، ست فريال، بتحبي نبعت خبر للقصر؟ عطوا خبر للقصر. الله لا يعطيكم العافية اتنيناتكم. لك كيف تتركوا السلطانة لحالها؟ هلأ شو بدي يقوله لإبراهيم باشا؟ سامحينا، نلعوا نلعوا وروحوا من وشي هلأ. يلا قريلنا شو كاتب. هلأ صار واضح إنه كل اللي بالقصر ما عم يتقبلوني. في ناس بيريدوني يروح لأنهم ما بيحبوني أبداً. هون الخط ما كتير واضح، مو مفهوم. اللي بيعالصفحة اللي بعدها يا سلطانة، لأنه بهديك الصفحة ذاكر اسمك واسم جلالة السلطان. وإذا أنت محبة تكملي فيني جيب جارية روسية مشان الترجم. لا أنا بترجمه، معلش. اليوم لما كنت بالحديقة
السلطانة هيام والسلطان سليمان كانوا عم يتمشوا مع بعضهم. كنت رح جن لما شفتهم مع بعضهم. كان باين إنه السلطانة مو مبسوطة. بدهم ياني ارسم لهم رسمة للسلطان والسلطانة. قدي صعب هالموقف لأنه كل ما شفتهم كل ما شفتها. كملي. لأنه كل ما شفتها ما بعرف شو بيصير لي. مولاي السلطان باشا. خير يا سنبل، ليش هيك ملباك؟ مو عارفان شو احكي يا مولاي. شو احكي يا بني آدم؟ السلطانة خديجة، شو اللي صاير معه؟ قبل شوي بعتولنا خبر السلطانة حاولت تنتحر. قال لي انه صار لها شيء. والله مو معروف يا باشا، بس قالوا لي انها حاولت تنتحر. خديجة خبروا الست الكل بسرعة. أكيد هلأ الست درة بتكون خبرتها مولاي السلطان. إن شاء الله ما يكون صاير لشي. نيلوفر انزلي على الجنينة، رح تلاقي بالفسحة الكبيرة دفتر على الأرض، روحي جيبي بسرعة قبل ما حدا يشوفه. رح روح جيبه. يلا روحي. لوين راحت كوثر؟ ما بعرف لوين راحت. يسعد صباحك. ألفات؟ شو الموضوع؟ شو صاير معكم؟ خديجة أميرة إيزابيل. أهلين بالي بيك، قال بدك تشوفني من شان موضوع زيارتك للسلطانة خديجة. فهمت،
والسلطان سليمان سمح بهذا الشيء؟ اليوم الصبح حكيت معه وقال هو ما عنده مانع، بس أنا رح أخذك وجيبك. طيب أنا بتشكرك. العربة جاهزة، أنا بانتظارك. بوركي تيني كيرا أستي بالاسيو نوفا بور فابور تنمس كيمين تينير وبوينو ريلاسيون كارمينيا أدمس كومباتسكو السلطانة خديجة موريو دوسي أخا. شو صار؟ سامحني يا باشا، كانت غلطتي، ما كان لازم أتركها لحالها، والله ما كان قصدي. سلطانتي كيف وضعها؟ وضع مو منيح يا باشا، نزف الدم كتير، لو تأخرنا شوي تاني كانت راحت من بين إيدينا. حبيبتي خديجة ردي علي. إبراهيم نشكر الله يا مولاي إنه لساتها عايشة. نيلوفر شوفي على شو عم تدوري؟ خوفتيني كوثر، اجيتي فجأة. في شي مضيعتي هون؟ ولا شي. كيف ولا شي؟ هلأ شفتك عم تدوري. وقع طوقي وعم دور عليه. طوقك؟ ليكي لقلك انتي ما دخلك فيني نهائياً. لسانك صاير طويل، انتبهي ليقطعوا لك يا. كانوا الجواري واقفين قدام الباب والسلطانة طلبت منهم انهم يطلعوا. قمت لما اجيت فورا دخلت لجوا وشفت السلطانة غرقانة بالدم. ما أكدت عليكي؟ ما قلت لكم لا تتركوها أبداً؟ قلتي لي يا مولاتي لكن... لكن شو أحكي؟ شو في عندكم هون غير الاهتمام بخديجة ورعايتها؟ صدقيني يا مولاتي لا من وشي، ما بدي أشوف وشك. ست الكل هدي حالك. الحمد لله أنه خديجة لساتها عايشة. هلأ المهم أنها تتعافى وترجع لنا مثل ما كانت. لازم تضلك واقفة جنبي، بدي حاجة لك بهذا الوقت. حاضر خديجة. إبراهيم حبيبتي حياتي. خديجة حبيبة قلبي، كيف سويتي هيك بحالك؟ أنتوا ليش أنقذتوني؟ ليش تركتوني عايشة؟ كنتوا خلوني موت. يلي مثلي حرام تعيش. ألفت خانم خلص بقى حاجتك بكي.
السلطانة وضعها كأنه تحسن. السلطانة خديجة مو قليلة اللي مر عليه ابنه، مو بسهولة الواحد فيها يتخلص من هالعذاب الكبير. مولاتي ما رح تتركها لحالة، أكيد رح تجيبها لعنا على القصر. هي شو جابها لهون؟ مين مفكرة حالها؟ لتكون صارت وحدة من العيلة. أميرة إيزابيل شرفتينا يا أميرة. أنا أجيت شوف سلطانة خديجة، حبيت أعزيها. لأنه ابنها مات أنا زعلت، مشان هيك حبيت إني شوفها. هلأ هي عم ترتاح لأنها تعبانة شوي، بس هي يعني وضعها سيء حتى عم ترتاح؟ هالموضوع بظن إنه ما بيخصك. السلطانة بهذا الوقت بحاجتنا نضل جنبها، وهذا هو سبب وجودنا هون يا أميرة. خديجة، معقول أنت العقلة تعملي هيك؟ بعرف إنه مصيبتك كبيرة، بس أبداً ما بيصير إنك تساوي هيك. الله سبحانه وتعالى بيعطينا الروح وهو اللي بياخدها. لسه قدامك عمر رح تعيشي مع إبراهيم ومعنا، وإن شاء الله رح يكون عندك أولاد كتير. كيف يا أخي؟ أنا قتلت ابني، كيف رح شوف أيام حلوة؟ شلون بدي أنسى اللي سويته؟ أنتو ممكن تنسوا بس أنا لا. هي إرادة رب العالمين سلطانة، لازم نتحمل ونصبر. أنا رح أبقى جنبك على طول. صدقيني كل هالشي رح يصير من الماضي، ورح ترجع السعادة لقلوبنا. ومن وين بدها تجي السعادة يا إبراهيم؟ جبت لنا اللعنة لجوات القصر. ما في فايدة، خلاص أنا رح موت وهالقصر هاد رح يكون قبري. أمي تعبانة بدي نام، تعالي ضميني بحضنك. تعالي حبيبتي، تعالي 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 يا بنتي تعالي. أنا جبت هدية بسيطة للسلطانة خديجة. نحن أنا لما بيموت هذا بيجيبوا هدية، بيقولوا أنا بترجع الحظ والسعادة. حلوة، شكراً كتير إليك. شو بكي؟ ليش حضرتك هيك عم تبكي؟ ليكون صار شي للسلطانة. الولد مات، شو لسه بدك يصير أكتر من هيك؟ سلطانة لو سمحتي، شو رأيك تاخدي ألفة خانم وتروحوا على الجنينة؟ بلكي بتشم هوا. أنا رح أقوم بواجب الأميرة هون. جبت هدية بسيطة للسلطانة خديجة،
نحن أنا لما بيموت هذا بيجيبوا هدية، بيقولوا أنه بترجع الحظ والسعادة. حلوة، شكراً كتير إليك. شو بكي؟ ليش حضرتك هيك عم تبكي؟ ليكون صار شي للسلطانة. الولد مات، شو لسه بدك يصير أكتر من هيك؟ سلطانة لو سمحتي، شو رأيك تاخدي ألفة خانم وتروحوا على الجنينة؟ بلكي بتشم هوا. أنا رح أقوم بواجب الأميرة هون. انتي ليش اجيتي؟ قلت لك انا اجيت مشان السلطانة. اضحكي، تحاولي تكذبي. انتي ما اجيتي لهون مشان السلطانة، انتي اجيتي لهون مشان تشوفي لسليمان، مزبوط كلامي؟ هالكلام مو صحيح، سليمان هو بيجي لعندي. بالله جد؟ شو قصتك؟ على أساس كنتي حابة تروحي لبلدك، وعلى أساس عم تدوري على طريقة لتهربي، بس هلأ شايفتك عم تقومي بواجب التعزية هون. لا تكوني تعودتي علينا ومو حابة تفارقينا. المشكلة أنك عم تنسي أني أسيرة أنتكن. سليمان هاجزني بهالبلد. انتي بدك تروحي؟ جاوبيني بصراحة. ايه بس. طيب طالما بدك انا مستعدة اني ساعدك. لا تشغل بالك بكلام خديجة، الانسان بهيك اوقات ما بيكون بوعي وممكن يقول اي شيء. هلأ خديجة كتير بحاجة لرعايتك وحنانك. مولاي لأول مرة بحس إني متلبك ومو قدران ساوي شي. السلطانة عم تنهار قدام عيوني وأنا مقهور عليها، بس المشكلة مو طالع بإيدي ساوي شي. المفروض نحن نساوي شي، خايفة لتروح من إيدينا. خديجة بهي الفترة ما لازم تبقى هون بالقصر، لازم تبعد مشان تنسى. أنا رأيي تاخديها وتروحي على قصر قديرنا، بلكي بتغير جو. لحق معك ابني، والله خايفة نخسرها للبنت. درة، من هلأ حضري للسفر، وبكرة إن شاء الله رح نسافر لقديرنا. أمرك يا سلطانة. وكمان بدي منك إنه تكتمي السر، ما لازم حدا يعرف بموضوع انتحار خديجة، ما بدنا الموضوع يكبر. أنا ما فهمت كيف رح أهرب بمساعدتك أنت. كل شيء وإله حل. أنت مو حابة تروحي لبلدك وتشوفي خطيبك يلي بتحبيه وبتموتي فيه؟ بس المشكلة ما بيسمح لي أطلع من قصر السد أبداً. سليمان خايف أني أهرب. أنت اتركي الموضوع علي، أنا بدبر كل شيء. بس بدي اياكي تقرري، موافقة انك تهربي؟ انا سألت على السلطانة خديجة وعلى ابنها، تقبلوا تعزيتي، الله يرحمه. شكرا لك، هالشي اللي صار ما كان حدا متوقعه. إبراهيم باشا،
أنا كتير زقلت لوفاة الأمير محمد وجبت هدية صغيرة، يا ريت لو توصلوها للسلطانة خديجة. رح وصلها للسلطانة وشكراً كتير على الزيارة. يا روح الماما انتي تعي. كنت عند عمتي السلطانة خديجة؟ كنت عندها وقالت لي بوسيلي اياها. اسماء وين نيلوفر؟ سلطانة تعي. اسماء انتي خدي الأميرة لجوا. يلا هاتي الدفتر، وين حطيتيه؟ بس ما يكون حدا شافك. سلطانة والله ما لقيته. انت شو عم تقولي؟ لا تكوني ما دورتي عليه منيح. صدقيني انا ما خليت محل ما دورت، قلبت الجنينة عليه بس ما لقيته. قليلي شو يعني ما لقيته؟ والله مو ذنبي يا سلطانة، دورت منيح. لك بتعرفي شو معنات هذا الحكي؟ إذا الدفتر بيصل لأيد واحد من يلي حوالينا، بتعرفي شو بده يصير وقتها؟ رح ينهو حياتي على الآخر. أكيد حدا أخده قبل ما أوصل لهونيك. لكم روحي نادي لي وئام. تحركي. مصطفى يا حبيبي، الله يطول لي بعمرك ويسعدك. شو كنت رح ساوي لو ما كنت بحياتي؟ كيف عمتي؟ عم بيقولوا وضع مو منيح، مزبوط؟ وضع صعب شوي، انت صار لازم تقوم ترتاح. يسعد مساكي سلطانة، انا كنت عم بستناكي بجناحي. في شي كوثر؟ شفته بالحديقة اليوم، كان واقع تحت التراس. شو هو؟ ما بعرف، بس بجوز يكون له علاقة بهيام، لأنه شفت خدام تاني لوفر هونيك، واضح كانت عم تدور على شي، ولما سألتها ما جاوبتني. الكتابة باللغة الروسية، وهيام اجت من هديك البلاد. إذا كانت نيلوفر عم تدور علي، فالموضوع إذن مهم كتير. انتبهي يا بنتي، ليش هيك عم تشحطيها على الأرض؟ وإنتي كمان انتبهي، ما بدي أي إهمالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي انتي شو عم تساوي هون؟ ما شاء الله عليكي، شو فهمانة. البنات عم يشتغلوا وانتي نايمة، معقول هيك؟ أنا كتير تعبانة اليوم، مرضانة. إذا تعبانة ساعديهم شوي مشان تخلصوا بسرعة وتروحي تنامي. وقت الشغل ما بيصير حدا ينام. تحركي. ويام خير؟ ليش هيك عم تلهتي؟ سلطانة ويام بدها تشوفك. بس ارجع لهون، لازم تكونوا خالصين كل شغلكم، سامعين؟ سينوس اجودي تال اكو مينوس ديخو نسيسال درميس دي اكاي ماس ديريبيدو مي برنسيسا جو تامبينو دي سيسو ماس كيساليس دي اكي بيروتينغو ميدو كوفيا ان سلطانة هويام إيا لي أوديا بويدي كيسيا أونا ترامبا؟ نو 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 أسترامبا،
impossible. Io era lo che vuoi. Per arrascarmi di Ekei, lo sì. E si pta a scappar? Non lo sì. سلطانة القصر أنا تحت أمركم. كنت ناوي خلص شغلي وإجي لعندك. اسمعني، شفت لي شي دفتر بإيد واحدة من البنات بالجنينة؟ لا والله يا سلطانة أبداً، هو مهم كتير. بدي هالدفتر لأنه مهم وفيه شغلات سرية وما بيصير يصل لأيد أي حدا بالقصر. ويقام بدي إياك تساوي المستحيل لتلاقي. ندور بالجنينة وهون بالقصر وبكل مكان. شوف، إذا بتنجح بهالمهمة وبتجيب الدفتر وعد مني شو ما بدك رح أعطيك. خلص أنتي طمني بالك سلطانة هيام، أنا رح دور عليه بكل مكان. رح أقول لك كلمتين يا سنبل. سمعت شو قالت السلطانة الأم؟ أنت رح تكون المسؤول بالحرم لك بغيابنا، وهو بأمانتك. يعني عيونك على طول بدهم يضلوا مفتوحين. يعني قديش رح تبقوا هنيك؟ ما بعرف، يمكن بالكتير أسبوع وعيصير في إهمال. تروحوا وترجعوا بالسلامة وإن شاء الله كل شي رح يكون تمام. صحيح، السلطانة الأم بدها تعرف كل تصرف بتتصرفه هيام بغيابها، وبس أرجع بتخبرني عن كل شيء. إيه خلص لا تاكلي هم. منيح، هلأ أروح، الصبح لازم يكون كل شيء جاهز. بالسلامة إن شاء الله. سلطانة، سلطانة، أنت المفروض تاكلي منيح مشان تتحسن صحتك. تتركونا لوحدنا. سلطانتي، يا روح قلبي من جوا، حياتي ما لها يا معنى بلاكي. انتي بتعرفي شو بيصير لي اذا صار لك شي وحياتك بموت. انا ما فيني اعيش من دونك، وقت بشوف الحزن بعيونك بحس الدنيا سودي. والله انا خايف عليكي لأنك كل شي بحياتي. لازم تكوني قوية مشان نتجاوز هالمحنة، وإلا هي رح تقتلنا اتنيناتنا. بكرة رح سافر معكن على قديرنا، مستحيل خليكي لحالك. نحن عائلة، وإن شاء الله أنا وياكي رح نحسن نتغلب على المصيبة. لا يا إبراهيم، خليك هون بلا ما تجي.
معقول تترك تماثيلك اللي بتحبها لوحدها؟ هذا الصندوق الصغير كمان خدو. خديجة، أخذوا كل أغراضه. إبراهيم اترك بس هالقطعة معي، خلوني شم ريحته بس. سلطانة هيك رح تتمك عم تتذكري، انتي هيك عم تعاقبي حالك. لازم نحاول ننسى اللي صار. رح اشتاق لك كتير سلطانة. يسعد لي صباحك يا سلطانة، أنا تحت أمركم. وين الدفتر؟ لقيته ما؟ أنا سألت عنه الكل ودورت عليه بنفسي، بس ولا حدا هون شافه يا سلطانة. ما خليت مطرح بالقصر إلا ما دورت فيه، بس ما قدرت لاقيه. وين بده يختفي يعني؟ قل لي وقام. إذا بدك برجع بدور عليه مرة تانية. تركنا منه هلأ، بدي ابعتك مشوار تاني. انا عطول بخدمتك، قلي لي لوين روح. حتروح على قصر الصيد لعند الأميرة إيزابيل. اسعد مساكي درخانو. انتو وصلتوا؟ كيف الوضع؟ انا اجيت قبلهم، السلطانة خديجة لسه ما وصلت. منيح السلطانة، الأم رح تطلع بعد شوي، إن شاء الله يكون سمو المحضر العربات. شفتوا مجهزون درخانو، بعد ما تتيسروا وتسافروا أنا رح أرجع على القصر مشان شوف شغلي هنيك. منيح ذكرتيني، كنت بدي أحكي معك بنفس الموضوع. خير إن شاء الله. أنتي رح تبقي هون، رح تشوفي طلبات إبراهيم باشا، لأنه وظيفتك رح تكون ضمن هالقصر. كيف؟ ليش يعني؟ السلطانة الأم عزلتك من منصب رئيسة الخدم، وجلالة السلطان وافق، وهلأ أنت مو من حرم جلالة السلطان. بس يا ست درة، أنا شو عملت لحتى أتعاقب؟ لشو هالكلام اللي بلا طعمة؟ مين قال إنك عملتي شي؟ السلطانة الأم عينتك رئيسة الخدم والمشرفة بقصر السلطانة خديجة، يعني أنت من حرم هالقصر؟ أنت اطمني، راتبك رح يضل مثل ما هو. طيب يا لا تتعبي حالك فريال، انمحى اسمك من سجل حرم السلطان. يا الله دخيلك. يلي بيسمعك بيقول بعتينك عجهنم. ليكو القصر هون، فيك تروحي لهونيك بأوقات محددة، يعني لازم تعتبري هون بيتك. هلأ روحي وراقبي التحضيرات قبل ما تطلع السلطانة الأم.
يا ترى وينه الباشا لهلا؟ أنا كتير مزعوج مشانه. ما رح يجي نصوح، السلطانة خديجة بدها تسافر اليوم. ليش شو اللي صاير؟ ليش شو بده يصير أكتر من هيك؟ ما بيكفيها موتة ابنها؟ يمكن إذا سافرت بيكون أحسن لها. مأمون أغلو بالي بيك. طمني، جبت لي شي خبر؟ طبعا يا بيك، وعرفنا وينهن هو وبنته. وينهن هني هلا؟ قبل ما أجي لهون أنا تأكدت أنهن رجعوا على بيته. معقول جوش وأفندي رجع لي إياها؟ بركي صحي ضميره لجوش وأفندي. ألف مبروك يا بيك. أنا رايح لعندهن على البيت. أنا فيني أتحمل أي شيء، بس ما فيني أبداً أشوفك مقهورة ومتضايقة. ست الكل، خديجة هلأ أماني بين إيديكي، ديري بالك عليها منيح. أنت كون مطمن ابني، لا تشغل بالك، رح تصير منيحة ورح نرجع بأقرب وقت. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. فريال رجعي على القصر. أمرك يا باشا. فريال، مريني سلطانة. أنت بتعرفي روسي مو هيك؟ إيه بعرف، بس مشان شو؟ لكن تعالي معي. بس لازم أرجع على القصر. بتروحي بعدين، أنا محتاجتك هلأ. تعالي معي.
جوشوا أفندي افتح لي. أرمين جاي. جوشوا أفندي، أرمين رجعت معك لهون ما هيك؟ إيه جبتها. أنا آسف على اللي عملته، بس بتمنى تعطيني فرصة وتسمعني. أنا رايدة لبنتك، أنا مستعد للي بدك إياه، مستعد اتنازل لك عن كل ثروتي. وأنا كمان بدي أحكي معك. فوت لجوا. أرمين؟ شو صاير معها؟ كتير مرضاني، شوفت عينك. ما بعرف شو صار معها، أخذتها لعند الحكيم بس ما استفدت شي، فقلت لحالي إذا برجعها لبيتها أحسن لها، ويمكن إذا بتشوفك بالطيب. أرمين حبيبتي، أنا رح أضل على طول جنبك. بنتي عم تموت بالي بك، عم بتموت، ما فيك تساوي لها شيء، لازم ننقذها. انت خليك قاعد جنبها، انا ما بطول عليكم. سلطانة شغلتي لي بالي، فيني اعرف ليش جبتيني؟ كوثر امبارح شافت دفتر بجنينة القصر، وهو بخص هيام إذا مو غلطانة. وأنا شو دخلني بهالشي؟ بدي إياكي تقري لي شو مكتوب جوات الدفتر. لا تستغربي، لأنه مكتوب باللغة الروسية، وأنت بتعرفي لغة روسية منيح، ولأني بوثق فيك اخترتك أنت. إبراهيم باشا، إن شاء الله السلطانة تروح وترجع بالسلامة. هلا مو وقت الحكي يا ست هيام، في موضوع كتير أهم. بالله جد؟ وشو هالموضوع المهم؟ الموضوع بخص دفتر ليو اللي أخدتيه وخبيتيه، وهلا أنت مرتاحة تمام. أي دفتر؟ إذا ما بيرجع الدفتر والله لأنهيك. بس ما عندك أي دليل على هالكلام. أنت هلأ ما بقى فيك تساوي شي يا باشا، يا ريت تسكت. مولاي، كنت عم قول للباشا أنه يطول باله، لأنه المهم هلأ السلطانة ترجع له بالسلامة. إن شاء الله كلها كم يوم وبيرجع، المهم إنها تتحسن. تعال يا إبراهيم. قولي بقى شو المكتوب؟ مو كتير مهم سلطانة، جارية كاتبة يومياتها وشو صار معها. جارية قلتيلي؟ اي نعم،
كاتبة كل شيء بالتفصيل حتى وصولها للقصر. كوثر، من وين جارتها لهيام؟ بتعرفي؟ روسية هي؟ من أسكوب سلطانة، بس مو هي اللي كاتبته. نيلوفر كانت عم تدور عليه مثل المجنونة، أكيد في شيء مهم. مذكور اسم هيام جواته؟ لا سلطانة، ما شفته. بلا لف ودوران، مستحيل ما يكون في شيء بخصها. شوفي إذا عم تكذبي لا تلومي إلا حالك. لا والله يا سلطانة، معقولة؟ شو المكتوب جواته؟ بدك تترجمي لي إياه كله. وهيك حساوي، بس لازم نفذ الأوامر. الباشا طلب مني هلأ أرجع على القصر. إذا بتحبي فيني أخده وبقراه منيح وبترجمه وبعدين برجع لك إياه. لا، الدفتر بده يضل هون عندي، بالترجمي هون، مفهوم؟ أنا تحت أمرك. مي برنسيسا وي ام اغا افانيدو ديل بالاسيو غيري فيرلا وي ام اغا كيكيري كيساس افانيدو عبور لا سلطانو هيام. لي ديخو كي استا دورميندو؟ نو 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 اسلوس انتراس. احترامي أميرة إيزابيل. أنت استني برا. ما شاء الله صاير عم تحكي لغتنا وكأنك وحدة منا. أميرة إيزابيل، السلطانة قدمت لك عرض مستحيل إنه يرفض، وأنا جيت مشان أعرف جوابك بخصوص هالعرض. أنت بتعرف عن هذا الموضوع؟ طبعا، السلطانة هيام ما بتخبي عني شيء أبدا، وأنا بنفذ كل أوامرها. طيب، هي بتقدر؟ يعني إنه تهربني من هون؟ واليوم إذا بدك. سفير أردل، لوزلو. مولاي سفير أردالي بيطلب الإذن لينقلكن ولاء الملك زابوليو. معقول جاي كل هالمسافة الطويلة بس مشان يقدم لنا احترامه وولاؤه؟ أكيد في شي تاني أهم بكتير. أحكي. مولاي جلالة السلطان سليمان، بالفترة الأخيرة هابسبورغ عم تتدخل بالشؤون الداخلية للمجر، وكمان عم يتجاوزوا حدودنا وعم يعتدوا علينا، وما عم يعترفوا إنه الملك زابوليو هو ملكنا. والظاهر يا مولاي شاركان ناوي نصب ملك النمسا فيرديناند ملك على المجر بدل ملكنا، وطبقة الكاثوليك الأرستقراطية كلها عم تدعمه. هدول عم يحلموا. إبراهيم باشا فهمهم، المجر هي من الأراضي العثمانية، وأي شيء بخص الأراضي العثمانية أنا اللي بقرر مصيره، وزابوليو أنا اللي عينته وكلفته يدير شؤون البلد باسمي، وأي واحد بيعترض على هذا الشيء راح يكون عقابه كبير. برنسس إيزابيلا ليتنوخ؟ يا والزي إست نوخ مليبن سلطان سليمان شبيلت مين أونس نون إز ديس جونوك إزيست سايت زيشتوريشن. فريدريك إيش هابا ديش ليب يتس آفا إستس جونوك رستش تزامن إيزابيلا استوت نون فندي ديش دامت اب. إزيست أين ناخشت فون سينيور غريتي إيش رايب ديز دي برنسيس إيزابيل نوخيم لبنست فيا إست غريتي بي كاينس دو يماندن فيرتراون
Sein Vater vertraut ihm auch nicht. Er ist ein Verräter und er kooperiert mit den Ottomanen. Es sieht aus, er hat dich angelegt. Eure Hoheit, ein Brief vom Charlatan. Eure Majestät Scharkan will, dass ich jetzt sein. Auf dem Thron Ungarn sehr bald sitzen. Frederik, nun sei mal nicht traurig. Denn Suleiman Abschibel aus Ungarn wird unser großer Rache sein. من امتى وهي هيك؟ يعني حوالي الجمعة. بالأول ما كانت هيك، ومن يومين تأزمت حالتها، حرارتها مرتفعة على طول وما عم تاكل، وأكثر من مرة نزفت دم من أنفها. ياسر أفندي هو حكيم القصر وحكيم مولاي السلطان الخاص، أكيد رح يشفيها إن شاء الله. سنبل آغا؟ آخ، لك إن شاء الله برتاح وبخلص منكم كلكم بهالقصر. شو بدك؟ هذا أنتي؟ إن شاء الله جبت لي الشغلات اللي وصيتك عليها. وحياتك إني نسيت وما صح لي، وحتى إني نسيت أبعت أي حدا لحتى يجيبون. لا تزعلي حالك، بكرة كل أغراضك بيكونوا عندك. لكن بكرة بيجي باخدهم منك. ولو. يلا انتو شو عم تساووا؟ بعده لشوف. سنبول آغا، البنت مريضة وحرارتها مرتفعة. نار وشعلة. واخ، خذوها عند الحكيمة بسرعة. يلا، وينو الزفت وقام؟ يا ربي، معقولة أنا بدي ساوي كل شي هون؟ حملوها لشوف. يلا أعمالكم. يا بيك، لازم فورا تطلعوا لبرا، ممنوع حدا يبقى هون. ياسر أفندي، شو في؟ شغلت بالنا. وباء. شو هاد؟ وباء؟ يعني بنتي رح تموت؟ بالي بيك، هذا مرض معدي، انتو لازم تطلعوا لبرا. ياسر أفندي، انت لازم تلاقي لها دواء. رح ساوي كل شي بيطلع بإيدي، بس مو بسهولة الواحد بيشفى من هالمرض، وبجوز يكون مستحيل. اسمعني ياسر أفندي، أرمين لازم تعيش. أنا مستعد إني أعطيها روحي، بس تعيش، لازم تعيش. المهم إنه مو مع إبراهيم، بس لازم لاقيه. يلي بيكرهوني كتار هون، وإذا بيلاقوا هالدفتر. أمريني يا مولاتي السلطانة. قلي شو اللي صار معك؟ وصلت لها كلامك بالحرف الواحد ووافقت. منيح منيح. هلأ إجا الوقت لتورجيني شطارتك يا ويام. خبرني، أنت جاهز؟ ليش يا سلطانة؟ أنا بدي أقرب الأميرة؟ طبعاً أنت يا ويام، مو أنت قلت أنا مستعد أفديكي بروحي؟ صحيح؟ صحيح قلت، بس شو بدي ساوي إذا دري جلالة السلطان بالموضوع؟
والله بيقطع راسي. الله يخليكي، عافيني من هالشغلة. لا تخاف. حتكون بحمايتي وما حدا رح يساوي لك أي شيء. سلطانة، بهالموضوع بالذات ما حدا بينجيني من الموت أبداً، وحتروح علي لحالي. ما رح تموت، رح تاخدها على المينا وتبعتها بسفينة على بلدها. يعني الموضوع بسيط كتير. إذا ما بتساوي هيك أنا بموتك. حاجة بقى، فهم علي. صحيح نسيت إلك شي مهم. عم يقولوا في باخرة جاي مشان تخطف الأميرة، وهي هلأ على الشط. بس على أساس ما بيعرفوا إنه الأميرة عايشة؟ منيح، شوف هالشغلة إجت بوقتها، رح تهربوها من هون قبل طلوع الضوء، تاخدها للشط ومن هنيك على الباخرة فوراً. خلصنا، جهز حالك، انتبه منيح، ما بدي تغلطوا. سلطانة انتي كوني مطمنة. شفتي شلون لما شاف الذهب تجرأ؟ نيلوفر، جيبي لي محمد. أمرك سلطانة. ماما مادري. 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 بابا بادري. بادري. خلينا نركب جملة، يعني مثلا إجت أمي. مادري فيني. مادري فيني. بسرعة تعلمت اللغة، برافو عليك. أخي مزبوط أنه صار الجناح كله إلك؟ إيه هذا الجناح صار إلي لأني خلص كبرت. جناحك حلو، يعني فيني إجي لهون وألعب معك؟ وإمتى ما بدك كمان. أميري محمد، الماما بدايك حبيبي. نيلوفر مو حابب هلأ روح، تضل مع أخي شوي تانية. الأمير مصطفى فعلاً أخ ما في منه، وأنا بحسدك عليه. إن شاء الله تضلوا هيك عطول تحبوا بعضكم. مولاي قال بدهن يعينوا فرديناند ملك على عرش المجر. برأي جلالتك شاركان بيتجرأ يعمل هيك شيء؟ إن شاء الله يتجرأ ويعملها يا إبراهيم، وقتها بيكون حفر قبره بإيده. أنا بشوف من الأحسن ناخد احتياطاتنا. بشو عم تفكر؟ عم فكر إنه نبعت من عنا على بودين واحد من البشوات. قصدك مشان يلبس زابولي والتاج. فكرة حلوة. حياتها ما صارت إنه باشا عثماني بيلبس ملك مسيحي التاج، وهيك رح يعرفوا إنه نحن ما بنلعب معنا وياخدوا حذره. مولاي، في شخص محدد بتحب ترشحه جلالتك لهي المهمة؟ رح أبعث لهم الشخص المناسب. أنت رجع على قصرك، مرت عليك أيام صعبة كثير وتعبت فيها، ريح حالك، روح يلا. يا ريت كان عندي جناح مثلك. وقت تكبر انت كمان رح يعطوك جناح مثلي. نيلوفر، انا امتى بدي اكبر ويصير عندي جناح؟ اذا بتاكل منيح وبتدرس منيح بتكبر بسرعه وبصير عندك جناح. امي على طول بتقول لو حابين تصيروا مثل ابوكم كله طحين ودبس، يعني اذا بناكل شوي من هذا الصحن رح نكبر ونصير مثل بابا طوال قوايا.
اوعى تنسى الدرس اللي علمتك يا اليوم. ماشي بابا. كيف بنقولها؟ بادي. لا بتقول بادري. بابا بابا اجي لعنا. يا روح بابا. مصطفى اهلا وسهلا بابا. كنت عم علمه لمحمد اللغه الايطاليه. برافو عليك، هيك بدي اياك على طول. حضرة الباشا، جبت لك وجبة خفيفة لأنك بلا أكل. باشا، والله بعرف إنها كانت غلطتي، بتمنى تسامحني، ما كان لازم أترك السلطانة لحالها. أنت مالك ذنب بأي شيء يا ست فريال، لا تلومي حالك. تأمرني بشيء قبل ما أروح يا باشا؟ ست فريال، هيام خانم أخذت دفتر كتير بيهمني كنت مخبي عنه. أي دفتر؟ يوميات ليو. ما بتتصوري قديش فرحت لما شفتن هيك. الله يخلي لي إياهن، بدي اياهم على طول يضلوا هيك مع بعض. مصطفى كتير ذكي ومحمد مثله كمان، الله يحميهم ولا يفرقهم عن بعضهم. امين امين. صحيح ويام، دفتر يوميات ليو وينه؟ من هداك اليوم ما لقيته. بعد ما رجعت على القصر قلت له لويام يروح ويجيب لي الدفتر لهون، وقريته منيح. كان ليو كاتب انه مانو مبسوط عنا وإنه كتير مشتاق لأهله، حابب يرجعلهم وهيك شغلات يعني. ما فهمت إبراهيم باشا شو بده يورجيني من الدفتر. بجوز الباشا فكر إنه فيها شغلات مهمة. سليمان، أنا حابة أطلع برات القصر ونعمل جولة على حصان، شو رأيك؟ مثل ما بدك، بس بالأول لازم تقرري أي حصان بدك إياه مشان يجهزولك إياه. بدي أحلى حصان واللي اسمه عشق، ما بدي غيره. لازم رجع دفتر اليوميات مشان يتوضح كل شيء. بدي إياكي تعملي المستحيل مشان تجيبي لي الدفتر هذا. إذا السد هيام ما حرقته لسه. باشا قولي. بكره رح دور عليه، واذا شفته رح اجيب لك يا دغري. طيب الأمير مصطفى يا مولاتي غرقان بالنوم. منيح، بدي إياكن على طول تضلوا حوالي، مو مرتاحة لقعدته لحاله بهالجناح. حضرتك اطمني. سلطانة قولي. سلطانة أنا ماني واثقة بالست فريال بالمرة، شو رأيك إنه نشوف وحدة تانية مشان تترجم لنا الدفتر؟ أنا هيك عم فكر، بس بدنا وحدة تكون ثقة لأنه ما منعرف شو المكتوب جواته.
بلكي في شغلات مهمة بتخص جلالة السلطان. مولاتي انتي لا تاكلي هم، انا بحل الموضوع. أرمين؟ أنا هون حبيبتي، معك. أنت كيف؟ أنا وين؟ معقول كون عم بحلم؟ أرمين، أنت ما عم تحلمي، اطلعي ليكني أنا موجود معك بنفس الغرفة. بابا شافك؟ هو بيعرف أني معك بعد ما أبوكي أخذك من هون جنيت وصرت دور عليك. قالوا لي أنك اشتقتي لي، أنا بعرف أنك بتحبيني. شاني رح تطيبي. أنا رح موت. شوفك مرة تانية وصليت. الله استجاب لدعائك وليكني قدامك. خليك معي، لا تتركني، ما تبعد عني. آخ يا نصوح أفندي، بعيد عنك، أرمين كتير مريضة. الله يعافيها، شو صاير معها؟ الحكيم قال إنه انصابت بالوباء. يا لطيف الطف، ياسر أفندي عم يعالجها وحيلاقي لها دواء. كنت نايم هون يا بيه؟ لك أنا أتركها وهي بهالحالة؟ إيه، طول الليل كنت جنبها. مشان الله دير بالك، هالمرض هذا بيعدي؟ معقول تعرض حياتك للخطر؟ هلأ فهمني شو بدك. السلطان بده إياك تروح اليوم على قصر الصيد. سلطانة، رح تروحوا على الحديقة الخاصة؟ لا، رح نروح لمكان تاني، يمكن نطلع على الغابة. بدي انبسط اليوم. مولاتي سلطانة السلطانات، احكي شوفي. سلطانة هيام، انا امنت قارب من شانين الون ورح يوصلهم للباخرة وبامان. هلا مو صفيان عنا الا انه ننفذ الخطة، يعني كل شيء جاهز. امتى بتحبي اخذهم؟ Thank you.
باين انه نهار حلو من اوله. وينك يا ست فريال؟ ليش ما عم نشوفك عنا؟ الله يسعد صباحك يا وئام. ليش اجيتي؟ ابراهيم باشا طلب مني شغله، رح ساويها وارجع على القصر. طيب شو رايك نفطر سوا؟ لازم نقوم بواجب ضيافتك، خلي لي الشغل لبعدين. هلا عم استنى السلطانه ناهي الدوران، بعدين بلحقك. مو تلتهي بالشغل وتنسي، تعالي نفطر سوا. انا عم استناكي. موفقه. بالسلامه. بابا انبسط مني كتير لما شافني عم علم أخي محمد اللغة الإيطالية. تسلم لقلبي، طبعاً حيكون مبسوط منك. سلطانة، هاي البنت روسية فيها ترجم لنا الدفتر. نبهت عليها أنه ما تجيب سيرة لحدا؟ طمني. ممتاز مصطفى، فوت حضر حالك، صار وقت روحتك على الدرس. مو حابب روح اليوم مصطفى. ماشي. جيبيها وتعي. فريال اجت شي؟ لسه ما شفتها، بس اكيد رح تجي. بتعرفي اذا عم تكذب علي شو رح ساوي وقتها؟ رح اخذ الدفتر لمولاي السلطان. كوثر جيب الدفتر. سلطانة ما نو هون، انت قمتي من مكانه شي؟ لا كوثر، دوري منيح علي. سلطانة والله ما في شي. كيف يعني؟ وين بده يكون؟ كيف اختفى؟
يمكن تستغرب لو قلت لك انه صار لي مده عم احلم انه اطلع معك هيك مشوار لحالي. ما حبيت الفكره مولاي؟ طبعا حبيتها، بس قبل هالشي هاد انت لازم تريحي قلبي شوي وتورجيني ابتسامتك الحلوه. رح ساوي اي شي لتكون مبسوط، وانت كمان رجع اهتم فيني مثل زمان. مو انا ام ولادك وحبيبتك؟ تفضلي يا أميرة. بس نحن ما فينا نتأخر، أوامر مولاي السلطان لازم نلتزم فيها. حضرة الباشا. خير ياسر أفندي؟ قال بدك تشوفني. إبراهيم باشا، وصلنا الوباء وبلش ينتشر، وفي حالات بالمينا بأسبوع واحد فوق 30 شخص مات. ومنين إجانا هذا الوباء؟ لازم ناخد احتياطاتنا يا باشا. ها سمعنا. أنت متأكد؟ يعني فعلا هذا وباء؟ بالي بيك أخذني معه ورحت شفت بنت واحد اسمه جوشوا، وبعد ما فحصت هالبنت طلع معي للأسف هالمرض. سنبول في شي بالقصر؟ على حد علمي ما في مصابين يا باشا، بس قبل فترة بعت كام جارية لعند الحكيمة مشان تفحصن، قامت الحكيمة قالت ما فيهن شي. طمنيني ست جنان، قدرتي تقربي من سنبول؟ قدرت طبعا، بس قلت لحالي بلا ما استعجل مشان ما اغلط وانكشف. والله مانك قليلة، مانا مستعجلين، يلي بيهمنا انه نوصل لنتيجة. ما بدي سنبول يشك فيك ابدا، لانه اذا شك اكيد خطتنا رح تفشل. انت ما بتعرفي قديش هو واحد داهية. موجوعة شي؟ عادي كلي معنا. شو صار له؟ شو بها؟ وقام اغا؟ شو عم بيصير؟ ما بعرف شو صار له. شبه وقعت على الارض وكانه مقطوع نفسها. ما عم تتنفس؟ يا بنتي ردي علي. لك في ايه يا بنتي؟ بنتي انت سامعتيني؟ يا الله. خلينا نرجع على القصر يا أميرة. أميرة إيزابيل، سلطان سليمان، انت شو عم تساوي هون؟ انا حبيت اطلع مشوار. بالي بيك موجود معي، هو دائما بيرافقني. مأمون اوغلو، مولاي اجى الوقت اللي لازم ابعتك فيه على المجر مشان توقف شاركان عند حده. راح تروح لهنيك وانت اللي راح تلبي الزابولي والتاج الملكي. لازم تجهز حالك بسرعه. امتى لازم سافر مولاي السلطان؟ المفروض تروح باقرب وقت ممكن. انا بامرك مولاي.
إيزابيل، كنت رح أبعت لك اليوم رسالة مع وئام، كل شي جاهز. رح يجي اليوم لعندك وئام قبل الفجر وياخدك. شو بكي؟ لتكوني زعلانة؟ لا، وبكرة الصبح رح كون جاهزة. منيح. وهلأ هاتي الطوق. هيك رجع الطوق لأصحابه. ويام خانو، صار وقت رجعتي. ويام أنا ما رح روح معك. بالي بيك رح يرافق الأصل. لا تدخلوا على القصر، لا البضاعة ولا الناس اللي بيجوا من المينا. لازم ننتبه وندير بالنا. رح نفصل المرضى عن بعض ورح نعمل حجر صحي. باشا، سمو الأخ، فيني أعرف ليش حضرتك لحقني لهون؟ مشان هديك البنت، وضعها صار كتير خطير. شو لازم نسوي بهالحالة؟ مين اللي وضعها خطير؟ جارية من الجاريات يا باشا، حرارتها كتير مرتفعة وكأنه لحمة عم يتاكل. هي من أعراض الوباء. وباء؟ بسرعة عزلوا هي البنت بغرفة خاصة، هلأ ياسر أفندي بيفحصها، وإن شاء الله ما بيطلع معها هالوباء. بس ما نكون نعدينا، بكرة رح نموت كلنا. شو صار معكم؟ الله يكون بعوننا يا باشا، صار اللي خفنا منه. طالعوا هالجاري فورا من القصر. بدي منكم تعملوا حجر صحي على كل واحد بتشكوا انه معه هالمرض. عم تفهموا؟ هالمرض ما بتظهر اعراضه فورا يا باشا، يعني حتى لو انصاب اي واحد فيه بده 10 أيام لتبين الاعراض عليه. خذوا كل الاحتياطات اللازمة. بدي اياكم تفحصوا الأمراء وبعض السلطانات وكل يلي بالقصر. هالموضوع ما بدي تتساهلوا فيه. طول الطريق ما حكيتي ولا كلمة. انت زعلانة مني شي؟ جلالتك ليش اجيت معي؟ ارجع لعند سلطانتك هويام. بيان فيني دمي برنسيس. بيتي اي باربارا بانيو. كومو استاس؟ اسكي نومي اس اوبيدو. ايزابيل، أنا ما عم بفهم عليك أبداً. أوقات بتهتم فيني وبتجيب لي هدايا، وإذا مرضت بتضلك جنبي، وبنفس الوقت عم شوفك مع الست هويام. مدام بتحبها لهالدرجة الكبيرة هاي، أنت ليش أندي؟
ليش عم تجي هون لأندي؟ يعني اللي بفهمه إنك عم تغاري علي. لا ما بغار أبداً. إيه عم تغاري؟ سليمان أنت فهمتني. سلطانة لو تعرفي شو صار بغيابك. خير سنبول شوفي. سلطانة ماتت جارية بالعلة اللي اسمها الوباء. مثل ما عم قلت عم يقولوا انه هذا الوباء بيعدي وبينتشر بسرعة. كيف بيعدي؟ طمنتوا على الأمراء؟ عولادي ما فيهم شي ما هيك؟ سلطانة طمني ما في شي بيخوف. فحصنا الأمراء واحد واحد وعقمناهم بالإدوية مشان نطمن، وهلأ هن قاعدين بجناحهم. سلطانة لازم جلالتك كمان تنفحصي منيح وتتعقمي بالدواء مشان نطمن عليكي، وهالإجراء كتير ضروري مشان سلامتك أنت والأمراء. يعني الله يستر. آمين يا رب. سليمان أنتوا عطيتوه خبر بهالمرض؟ الباشا بيخبر مولاي السلطان. أنت ديري بالك وبس. نشكر الله انه الكل بخير. والله كتير خفت لما اجوا مشان ياخذوا الاولاد. سلطانة هذا الطوق كتير حلو. سلطانة وقام بدي تروح تجهز حالك. انت لازم تهرب ايزابيل اليوم قبل طلوع الضوء. ما بدي اسمع انها هون. فهمان علي؟ رح يصير كل شي بتريدي يا مولاتي. أميرة إيزابيل إجانا من بلدكن هذا الوباء وعم يقولوا ما بيترك حدا من شره نهائيا. يلي بينصاب فيه بيموت موتة الكلاب. وباء ومنتشر بكل أنحاء البلاد. ديروا بالكم بإسبانيا كتير ناس ماتوا بهالمرض الخطير. خلوكم مطمئنين، مولاي عم بيتابع الموضوع وعم ناخد احتياطاتنا مشان هذا الشيء. ملاك خليهم يجهزوا الحمام، الحكيم رح يفحصهم وبعدها لازم يتحمموا ويتعقموا. وهلأ دخلوا الحكيم. تمام. وانتوا هلأ جهزوا حالكم لحتى نفوت الحكيم مشان يفحصكم. الرب يحمينا، هالوباء مرض كتير بخوف. تركينا من الوباء هلأ. بكرة الصبح بدنا نهرب من هون. السلطانة هويام رح تساعدنا. هويام؟ ايه سلطانة هويام. أهلين يا باشا، جهزت لحضرتك السفرة. مو جاي عبالي أكل لأني تعبان كتير وبدي نام. مصيبة يا باشا. خير فريال؟ عم بيقولوا بالقصر بلش ينتشر الوباء. أخذنا الاحتياطات الضرورية وما في شي بخوف. عم بحكي هيك لأني خايفة على حضرتكن. ما صدقنا إمتى صحتكن رجعت لكن. لازم تاخد حذرك. ما قلتي لي شو صار معك مشان دفتر ليو؟ رحت على القصر مشان هالموضوع ودورت بكل مكان بغرفة السلطانة هويام، بس ما عرفت وين مخبيته. وين بتكوني خبيتي يا هويام؟ انتي ضلك عم تدوري عليه، انا بغرفتي.
مولاي السلطانة هيام واقفة ببابكن. دخلها. مولاي قلي لي الولاد كيفهم؟ مناح وناموا هلأ بس كانوا خايفين الأمراض والمصايب إمتى رح يخلصوا؟ طمني إن شاء الله بوقت قريب رح نخلص من الغيمة السوداء ورح نقدر نتجاوز هاي المحنة بخير وسلامة. لا تخافي الله معنا يا رب. اليوم كان أحلى يوم لأني قضيته معك. شو انبسطت فيك؟ ما بعرف ليش اليوم الحلو بيمضى بسرعة. كيف صارت هلا؟ حرارتها نزلت شوي بس أنا حاسس إنه هي مو منيحة. ياسر أفندي أنا من شوي حكيته، هو طمني وقال لي إنه في احتمال إنها تطيب. يا ريت يا بيك، بس وضعها ما بيطمن لأنه هالمرض كتير خطير وما له دواء لا ببلادنا ولا بغير بلاد. أرمين رح تطيب من هالمرض. أنا السبب بمرضها، يمكن لو ما كنت أخذتها من هون ما كان صار معها كل هالشي. أرمين؟ بلي بيك روح من هون. اصحك تقرب أكتر، مو رايدة تنعاد روح. بلي بيك روح من هون. أنا مستحيل أتخلى عنك لأنك أنت كل حياتي. Thank you.
فريال. فريال باشا، مو قصدي اني ازعجك، بس انا خديجة، فيكي شي؟ إجاني شعور غريب، فجأة أمطني قلبي. إبراهيم ما منيح، أنا كنت قاسية معه كتير، يمكن كون ظلمته، ما كان إله ذنب. انتي اكتر وحده بتعرفي قديش ابراهيم بيحبك وبيهتم فيكي على طول، وكتير بيفهمك، وانا متاكده انه هلا كل همه انك تصيري منيحه. مولاتي السلطانه، غرفتكم جاهزه، بتحبوا تروحوا عليها هلا؟ ماشي يا دره، نحن رح نبقى هون شوي، انتي صار فيكي تروحي. باشا، قومي البسي. باشا فريال، الشيء اللي صار ما لازم حدا يعرف فيه، وكمان ما لازم يتكرر، فهمتي؟ عم قل لك عم تفهمي؟ فهمت يا باشا. عملي حسابك رح ترجعي على أسرته بقابي. Thank you.
مولاتي من وش الصبح السلطانة قاعدة هونيك وما عم تحكي ولا كلمة. اهدي يا سلطانة وحكي يا برواب. خديجة خفت عليكي لما صحيت وما لقيتك بالأوضة. مو معقول هذا اللي عم تساوي. أزمة وبتمر وبكرة جايتك أيام حلوة. الحصان جاهز يا باشا. يالو بويدو كرير يالو استاموس اسالفو فاموس اريغريسار كون نوسترا فاميليا مي برينسيسا لي ديفي كي استي ديا ايبا يغا والله وكسبتي يا هيام أخيرا. إيزابيل رح تسافر بهاي الباخرة وتطلع من حياتك وكل شي رح يرجع مثل الأول. توصلي بالسلامة يا إيزابيل. Tenga cuidado. Está bien. Mi princesa. أهلا وسهلا بالأميرة إيزابيل.